Hi, grade 4. Today, معادنا مع Jump Upwards for Primary 4, Unit 2. Let's start. Please listen to me carefully while I'm reading and repeat after me, please. Let's start with the new words for Unit 2. Dinosaur, dinosaur, wings, wings, peak, beak, neck, neck, spike, spike, scale, scale, a strange place, in rooms, a flying dinosaur, at the front, at the back, that's impossible, live, live, millions, millions, ago, ago, yesterday, call, scared, maybe, people, attack, look out, answer, ask, change, press, shout, pat, classmate, museum, groupers, stole, a gold coin, ostrich, clef. Okay, let's move to another part. Here we have the past simple tense. The past simple tense, زمن الماضي البسيط. طيب هو بيعبر عن زمن في صيغة الماضي من التصرف ما هو بيكون من التصريف الثاني للفعل. الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. زي لما اقول I watched TV yesterday. I watched TV yesterday. انا شاهدت التلفزيون امبارح. طب تعالوا نشوف مع بعض بيكون ازاي. ايه هي الصيغة بتاعته؟ اولا هو اللي بيجي مع الافعال المنتظمة اللي بنسميها irregular. يا اما بنحط في نهاية الفيرب ed or d or ied. زي help ده فعل اهو help the present. بنيجي من في الباست حطينا له ed helped. طب فيرب زي smile يبتسم اخره e فحطينا له z في النهاية بقى smiled. اوكي watch يشاهد بقى watched حطينا له في الاخر ed. طب لما يكون الفعل بينتهي ب E لو حرف vowel وبعدي حرف ساكن بنعمل ايه؟ بنعمل دبل للحرف الاخراني اللي هو ال ونحط الاي دي تبقى traveled. traveled يبقى travel الاي ده حرف متحرك vowel ال حرف ساكن عملنا دبل الحرف الاخراني وحطينا اي دي. زي stop برضو الاو ده vowel البي حرف ساكن عملنا ايه عشان نحط نعمله في الباست؟ عملنا دبل الحرف الاخراني اللي هو البي وحطينا اي دي. طيب لو عندي بقى الفيرب بينتهي بواي لازم افكر كويس قوي. لو واي قبلها حرف ساكن بشيل الواي بعمل لها ريموف وبحط الاي اي دي زي ستري. الدي ده حرف ساكن فشلت الواي عملت لها ريموف وحطيت اي اي دي. اوكي طيب لو فيرب زي انجوي هبص اقول او دي لا ده فاول ما ينفعش اعمل ريموف للواي في الحاله دي بينزل انجوي زي ما هو وبحط في نهايته اي دي. اوكي ده كان ببساطه جدا استخدامات الباست مع regular verbs. طيب عندنا حاجه اسمها الكيوردز الكلمات الداله عن الزمن نعرف منه الزمن. لما يجي لي في الجمله yesterday once one day just now in the past in olden times ago last last night last month لو جالي اي كلمه من الكلمات دي بعرف على طول ده past simple tense المضارع الماضي البسيط عفوا. طيب في النيجاتيف والكويشن في النيجاتيف بننفي بديد نوت بس في قاعدة بتقول نحط السبجكت اللي هو الفعل وبعدين ديد نوت وبعدين مصدر الفعل. He didn't play. تعال نشوف مع بعض ازاي. دي أمثلة. They went to school. هم راحوا المدرسة. دي جملة عادية خالص. هعملها نيجاتيف هقول they didn't go to school. أنا هنا رجعت went لفعلها الأصلي اللي هو go وحطتها بعد didn't لأن didn't بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف في المصدر. اعمل سؤال هقول did they go وبرده go ناخد بالنا نزل في الانفينيتيف يبقى اما هتكلم في صيغه النفي didn't او في الكويشن بدل الفيرب لازم ينزل في الانفينيتيف فورم. كويس جدا. انا هنا عندي some regular verbs بعض من الافعال المنتظمه زي visit change collect touch watch look call press walk live turn notes shout jump play. كل فعل وتصريفه في الباست مهم جدا ان احنا نحفظها ونعرفها عشان ما نتلخبطش نعرف كل التصريف فعل بياخد ايه.
دي بقى irregular اللي هي الأفعال الغير منتظمة أو الشاذة زي sleep, run, find, think, catch, sit, lay, is, are, leave, have, eat, drink, swim, throw, put, leave, meet, hear. مهم جدا نفرق ونحفظ الأفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة عشان لو جالنا في الامتحان choose أو أي questions نعرف على طول إن احنا نحله. ده كان مبسوطة جدا النهاردة شرح unit 2 for jump upward for primer 4. يا رب يكون قدرت أوصل عنه شكله بسيط وسهل ليكم. For any questions or any comments please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.